بحضور نخبة من الفنانين وشخصيات من مجالات مختلفة، تم بالدار البيضاء تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم أيام صيف لمخرج فوزي بن سعيدي. وتتمحور قصة هذا العمل السينمائي حول عائلة مثقلة بالديون تهرب من آلام الماضي، لكنها تتمسك بتاريخ لا تستطيع نسيانه، وتجد نفسها مجبرة على بيع منزل الطفولة والأراضي المحيطة به. أيام صيف هو فيلم مأخوذ عن واحدة من أجمل المسرحيات العالمية، مسرحية بستان الكراز لأنطون تشيكوف، مسرحية جميلة جدا، واشتغلنا عليها في واحد مغربة القصة، وأننا نلقاو بعض التوازيات اللي بغيت نقول ما بين اللي مكتوب واللي عملنا له واحد الاقتباس وواحد المغربة. الفيلم المقتبس في نسخة مغربية من رواية بستان الكرز للكاتب المسرحي الروسي أنطوان تشيخوف عرف مشاركة ثلة من الممثلين الذين يجسدون تفاصيل قصة مؤثرة حافلة بالعواطف والمصالحات المستحيلة. في هذا الفيلم ودور سيدة مجتمع راقية، وكانت غابت على البيت ديالها وعلى البلاد ديالها ككل مدة طويلة، مدة 5 سنوات، لأن كان وقع لها واحد الصدمه، وفاش رجعات لقات الاشياء تغيرت ولقات كل شيء تبدل، لقات راسها خسرت فلوسها كاملين، ولكن هي ما تقبلاتش هذه الفكره. كيوقع في الشخصيه ديالي هو واحد التطور اللي عنده واحد الحموله تاريخيه، يعني عنده واحد الزمن، يعني بحال هو انتقام الاجيال الجدود ديالو، يعني كيفاش شخصيه بالنسبه ليه هو اللي كانوا خدامين عند هاد الناس هادو، كيفاش كيخدم على راسو كيطور الامكانيات ديالو باش كيولي من بعد واحد نقطة قوة. وبالنسبة للمخرج فوزي بن سعيدي، فهذا العمل السينمائي يتحدث عن عالم ينتهي وآخر يبدأ، ويعكس قيم الجمال والحب والفن. أما العالم الجديد فيتمثل في كونه أكثر مادية وبتفوق سلطة المال.